ايه اكتر نصيحه تبتدي تقولي للبنت، للبنت انا هكلم عن البنت، للبنت لو انت النهارده خلاص انت في علاقه فاشله، اعملي انت تيقنتي انك في علاقه فاشله، اعملي 1 2 3. تيقنتي انك في علاقه فاشله، شغلي لي عقلك بقى شويه، شغلي عقلك وتقولي ايه في منها امل، اصل لسه في امل، ادي له فرصه ثانيه، اعمل وهعمل وهعمل وهعمل، تعرفي انك هتطلعي من فشل لفشل 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 لفشل، وفي الاخر انت اللي هتصابي يا بمرض نفسي يا بمرض عضوي. وانت انك حسيتي ان اللي قدامك مش ما يستاهلش من لا يدرك قيمتك لما كان له عندك. على طول؟ اوتوماتيك. لان وانس انك اديتي 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 وفي الاخر لقيتي المقابل زيرو او المقابل مش على نفس الدرجه اللي انت بتدي بيها، عارف ان تو هاف تو كات. طيب. فعليا بدون ما تدوري على اي لا كلام الناس ولا هيقولوا ولا خالص، لازم اكون انا مستريحه نفسيا، ما حدش بيعيش حياتي. حياتك ملكك، لازم تقوديها بنفسك. لو واحد ما بيعرفش يسوق عربيه ما ينزلش يركبها.